مثل التضامن، ويضم 5 ورشات للتكوين في مهن الصناعة التقليدية، ويستهدف تأثير الشباب المنقطعين عن الدراسة في أفق إدماجهم في سوق الشغل. أنا كنأطر الدراري هنايا تقريبا كيكون عندهم ستاج ديال تقريبا عام، ومهم كيتعلموا هذه الحرفة ديال النحت على الحجر، لحقاش هي حرفة تقريبا محلية، والبروت ديال الحجر ديالها حتى هو محلي، وكنستغلوا هنايا بفضل ديال مؤسسة محمد الخامس هي اللي حلت هذا المجال هذا. وللنساء نصيب في المركز، 100 امرأة من أصل 200 مستفيدين يتلقين تكوينا في مجال النسيج وصناعة الديكور والزينة، في خطوة لضمان دخل قار لفائدة هؤلاء النسوة. جيت المركز كنتعلم، بحق عطاني فرصة أنني نتعلم شحال من حاجة في المجال ديال الخياطة، وكنستافدوا مزيان، وكنشكروا مؤسسات ديال محمد الخامس التضامن ديال الخامس، يعني استفدنا اشياء كثيره. الهدف ديال المركز هو تكوين وتاهيل والادماج، وفي هذا السياق جمعيه سوق المغرب وقعت واحد الاتفاقيه الشراكه مع وزاره ديال التكوين المهني، على اساس باش يكون تكوين بالتدرج داخل المركز، وباش المستفيدين ياخذوا واحد الشهاده ديال التخصص اللي غادي تعاونهم للولوج لسوق الشغل. المركز ديال الصناعه التقليديه كيدير بزاف ديال لي زاكتيفيتي، خلق واحد الفضاء ديال باش واحد القاعد العرض لبيع المنتوجات. منتوجات المركز تلقى إقبالا منقطع النظير، فبالإضافة إلى الأسواق الوطنية تشارك الجمعيات المسيرة للمركز في المعارض الدولية.